خلال كلمة للرئيس الأمريكي في تجمع انتخابي في نورث كارولينا، عاد ترامب ليؤكد أن شعره حقيقي. يحب الرئيس ترامب أشياء عدة: الجولف، الكوكاكولا، البرجر والطعام السريع، لكنه يحب بعض الأمور أكثر من غيرها. الشعر على سبيل المثال أشقر، حريري وناعم. وفي تجمع انتخابي في ولاية كارولينا الشمالية وبشكل مفاجئ وعلى طريقته، مازح ترامب الحضور ولم يتحدث عن إلغاء محادثات كامب ديفيد مع طالبان، ولا عن الحرب التجارية مع الصين أو القمة المرتقبة مع صديقه كيم جونغ أون. تحدث عن شعره متغزلا به ووصفه بأنه أفضل من شعر أصدقائه. May not be great, but I will say it's better than most of my friends who are the same age. A lot better. A lot. وفي رد على تقارير تفيد بأن شعره مزيف، تحدى ترامب الأخبار الزائفة مؤكداً أنه يتمنى أن يقوم بحملة تحت المطر وفي الهواء وربما في الأعاصير هذه الأيام ليثبت قوة شعره. وفي سبيل جماله وشكله لا يوفر الرئيس الأمريكي أي جهد للحفاظ على شعره. وقالت إيمي لاش التي عملت مع ترامب في برنامجه The Apprentice إنه يستخدم الكثير من الجل ليبقى شعره في مكانه، وأنه يحب دائماً تمشيطه بنفسه. كما كشفت أيضاً أن ترامب يفضل أن يهتم فرد من العائلة بقص شعره بدلاً من مصففي الشعر. وأخيراً أكدت أنه كان في الواقع طبيعي 100%. ختاماً، يذهب بعض المغردين إلى أبعد من تغزل الرئيس بشعره، يقولون إن ترامب طرد بولتون بسبب غيرته من شارب مستشاره السابق للأمن القومي، منافسة لا يقبل الرئيس أن يكسبه أحد بها إلا ربما جوني برافو.